النفخ على الطعام، كيف أجعله يبرد؟ هناك عمليتان مختلفتان تساعد على تبريد الطعام عند النفخ عليه. أولا، عن طريق نقل الحرارة عبر التوصيل والحمل الحراري. إن الأنفاس التي يطلقها الشخص إلى الأكل تكون بنفس حرارة الجسم تقريبا 37 درجة مئوية، أما الطعام فيكون أسخن بكثير. هذا الأمر مهم جدا لأن معدل انتقال الحرارة يرتبط بشكل رئيسي بالفرق بين درجات الحرارة بين الجزيئات. تحرك الطاقة الحرارية الجزيئات، ويمكن نقل هذه الطاقة إلى جزيئات أخرى، مما يقلل من حركة الجزيئات الأولى ويزيد من حركة الجزيئات الثانية، وتستمر هذه العملية حتى تحصل جميع الجزيئات على نفس الطاقة وتصل لدرجة حرارة ثابتة. إذا لم تقم بالنفخ على طعامك، ستنتقل الطاقة إلى الهواء المحيط، مما يتسبب بفقدان الطعام للحرارة، وتكتسب جزيئات الهواء والوعاء الطاقة وتصبح أكثر دفئا. كلما كان الفرق بالطاقة بين الجزيئات أكبر، كان انتقال الطاقة والتبريد أسرع. ثاني طريقة لجعل الطعام يبرد هي التبريد التبخيري. عندما تقوم بالنفخ على مشروب ساخن أو طعام يحتوي على الكثير من الرطوبة، فإن العمل الأكثر يكون لفعل التبريد التبخيري. التبريد التبخيري قوي جدا لدرجة أنه يمكن التبريد لدرجة حرارة أقل من درجة حرارة الغرفة. لدى جزيئات الماء الموجودة ضمن الطعام الساخن ما يكفي من الطاقة للهرب إلى الهواء عن طريق التحول للطاقة الغازية، وإن هذا التحول من الحالة السائلة إلى الغازية يحتاج إلى كمية من الطاقة تمتصها الجزيئات من الغذاء. عندما يحدث الفعل التبخيري، فإن سحابة من البخار تحيط بالطعام وتمنع تحول جزيئات أخرى من الماء للحالة الغازية، وبالتالي توقف التبريد. كل ما علينا فعله هو إبعاد هذه السحابة، وبالتالي يعود الفعل التبخيري للعمل.